بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا نطر النجار من مكتب النجار التعليميه ان اهدي لجميع ابنائنا في مرحله الصف الثالث الاعدادي، خاصه في الترم الاولاني، هديه خاصه قمت بتصميمها، وهي اسطوانه سميتها الفريد لتكنولوجيا المعلومات الصف الثالث الاعدادي. الاسطوانه دي بتحتوي على شروحات، جزء خاص بالشروحات وجزء خاص بمراجعه ليله الامتحان وجزء ثالث للاختبارات الالكترونيه اللي بتتميز بانها اختبارات مركزه وبتمدنا بالاخطاء اللي احنا بنقع فيها عن طريق حاجه تسمى التغذيه العكسيه، وتوضح جميع الاخطاء اللي انت وقع فيها. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط لتحميل هذه الاسطوانه، وده محاضره اليوم، ازاي نحمل هذه الاسطوانه وازاي نتعامل معها للحصول على اعلى الدرجات، بل على الدرجه النهائيه ان شاء الله. كل اللي علينا ان احنا نضغط على الروابط الموجوده اسفل هذا الفيديو. تعالوا بينا ننتقل لهذه الجزئيه. هذه هي الروابط، رابط خاص بموقع اسمه اديوم ورابط خاص بموقع اسمه ادفلاي. كل اللي عليك انك تضغط على اي رابط منهم. انا هقوم بعمليه النسخ ثم اكون متصل بالانترنت واقوم بتشغيل المتصفح الموجود على الجهاز، سواء كان جوجل كروم او فايرفوكس او ابرا او اي متصفح. ثم بعد ذلك، بعد الضغط على هذا الرابط سواء الاديوم او الادفلاي، هتظهر هتفاجئ بفتح موقع. الموقع ده هنلاحظ ان هيكون فيه عداد 5 4 3 2 1 0، ثم هتظهر يظهر زر اسمه تخطي الاعلانات او اسكيب اد. لو انت بتتعامل مع الاد فلاي، اول ما تضغط على تخطي الاعلانات المفترض انه ينقلك للمرحله التاليه. لو انت بتضغط على اد يوم هيظهر لك نافذه دعايه واعلان، قم بغلق النافذه الفرعيه الخاصه بدعايه واعلان وارجع مره اخرى لموقع الاد يوم واضغط على تخطي الاعلانات. اول ما تضغط على تخطي الاعلانات هتواجهك احد امرين او احد احتمالين. الاحتمال الاولاني انك انت تظهر مباشره صندوق التحميل او برنامج التحميل، سواء خاص اللي هو الانترنت داونلود مانجر او النينجا داونلود على هذا النحو، يظهر لك مساحه الملف المضغوط اللي هي الاسطوانه المضغوطه مساحتها 254 ميجا، لما بتتفرد بتصل الى 425 ميجا تقريبا. ده الاحتمال الاولاني ان تظهر هذه النافذه قدامك. الاحتمال الثاني وده الاغلب وده الارجح اللي هيظهر لحضراتكم، ان هينقلك لصفحه ميديا فاير وهيعمل لك اختبار امني. الاختبار الامني ليها لسه تعديل جديد تم اضافته للميديا فاير. كل اللي عليك انك هتضغط على انا لست روبوتا، تحط علامه صح على المربع اللي جنبها تضغط عليها، هيبدا تظهر لك نافذه فرعيه تطلب منك، احنا بنسميها كابتشا. هذه الكابتشا قد تكون جمله تقوم بكتابتها ثم تضغط على الاوزرزايز داونلود، او قد تكون مجموعه من الصور يقول لك قم باختيار الشلالات فتقوم بتعليم الشلالات وتقول له اوكي فيحط لك علامه صح، معنى ذلك انك انت اجتزت الاختبار الامني. ثم تضغط على الاوزرزايز داونلود هينقلك للميديا فاير، ومن الميديا فاير هتضغط على داونلود فتتم عمليه التحميل سواء من خلال برنامج انترنت داون مانجر او نينجا داونلود او التحميل في الداونلودز اذا ما كانش عندك برامج تحميل. المهم خلصنا ان احنا هنقوم بعمليه التحميل على هذا النحو، ولو اي حد عنده اي مشكله يرسلنا على ذلك، ثم هنضغط بعد ذلك على اوكي فيتم التحميل. تعالوا بينا نشوف بعد التحميل. بعد التحميل هيتم تحميل هذه الاسطوانه اللي هي عباره عن ملف مضغوط اسمها اسطوانه الكمبيوتر ثالثه اعدادي الترم الاولاني. اقوم بفك ضغطاء، اضغط كليك يمين واختار فك الى او اكستراكت تو وليس اكستراكت هير، بحيث انه فكها لي في مجلد، لان هي بتحتوي على مجموعه من الملفات الفرعيه، وانتظر الى ان ينتهي من عمليه فك. بعد ما انتهينا من عمليه فك الضغط هيظهر هذا هو المجلد، هقوم بالضغط عليه هيفتح لي مجلد اخر، اضغط هذا المجلد هيتم فتح الاسطوانه بهذا النحو. جميع ملفاتك الصوتيه والفيديوهات موجوده في الاود بلاي اهيت. لو انت عايز تقوم بالتشغيل تضغط على اوتو ران، لو انت عايز تستعرض الملفات تضغط على اوتو بلاي. هتلاحظ مع حضراتكم ان الصوتيات موجوده والدوكيومنتات موجوده والفيديوهات الموجوده موجوده هنا. ادي الفيديوهات، نبدا نستعرض هذه الفيديوهات. ادي الفيديوهات الخاصه بهذا هذه الاسطوانه، ولكن انا لا اطلب منك ذلك. هطلب منك انك تضغط على تاني ايكون اللي هو اوتو ران، اللي هو عليه الكره الارضيه اوتو ران، واللي قدامه مساحه 6 6 4 9، مكتوب ابلكيشن، مكتوب ابلكيشن وليس ايكون. هضغط على الاوتو ران دبل كليك،
هيتم تشغيل الاسطوانة. عند تشغيل الاسطوانة هتظهر هذه الشاشة مع وجود النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. لو عايز تخرج من الاسطوانة هتضغط على خروج، لو عايز تتعامل مع هذه الاسطوانة هتضغط على تشغيل. بعد الضغط على تشغيل هتبدأ الصفحة الثانية ومكونة من ثلاث أجزاء، جزء خاص بشروحات المنهج، جزء خاص بمراجعة ليلة الامتحان، جزء خاص بالاختبارات الإلكترونية لاختبار قدراتك مع وجود تغذية عكسية. تعالوا مننا نختار أي واحدة، وليكن مثلا أدي الفصل الأول الجزء الثاني، الفصل الأول ده الجزء الأول، الفصل الأولاني الجزء الثاني، الفصل الأولاني الجزء الثالث، الجزء الرابع وهكذا. هيبدأ دلوقتي فتح الفيديو، هسمع الفيديو كويس جدا، ممكن أكبر النافذة على هذا النحو وأقدر أسرعه إلى آخره. انا هقوم بغلقه، انتهينا من سماع، هقوم بعمل اختبارات. ادي مراجعه ليله الامتحان واحد، مراجعه ليله الامتحان اثنين، دي مراجعه شامله ووافيه تعدك الاعداد الكافي للحصول على الدرجه اللي عليها، لم تكن الدرجه النهائيه. وان شاء الله هتلاحظوا انها شامله ووافيه لحضراتكم. كبر النافذه على هذا النحو واقرا الاسئله واقرا الملخصات بالنسبه لهذه الاجزاء، ثم بعد ذلك تختبر نفسك عن طريق انك تضغط على الفصول. ادي كل فصل عبارة عن اثنين اختبارات الكترونية، هذه الاختبارات الالكترونية زي ما احنا شايفين بالادوبي فلاش، تقدر تكبر النافذة الخاصة بيها، متحدد الوقت والدرجة ونسبة النجاح، هتضغط على استمر. بعد ما تضغط على استمر تأتيك الاسئلة على هذا النحو، لو عايز تستعرض كل الاسئلة اضغط على عرض كل الاسئلة يديك هذه الاسئلة. بعد ما بتختار سيان صح او خطأ هتضغط على التالي، ثم تستكمل هذه الأسئلة إلى أن تقوم بحل جميع الأسئلة. أنا بضغط التالي لأن أنا في مرحلة التجربة. انتهيت من جميع الأسئلة هتضغط على إرسال لرصد الدرجات. لو في أسئلة أنت كنت ناسيها هتظهر هذه الرسالة، إن في بعض الأسئلة أنت ما حلتهاش، تقول له مثلا هل أنت متأكد من إرسالها؟ تقول له لأ، فيجيب لك هذه الأسئلة اللي ما تمش حلها، أو أنك لو أنت متأكد أنك حليت كل الأسئلة تضغط على نعم، ثم بعد ذلك يظهر لك الوقت المقضي في حل هذا الاختبار ودرجتك ودرجة النجاح، وتطلع لك هذه الرسالة. لو انت وفقت تصل لك صورة اخرى. عايز تراجع وتشوف انت اخطأت في ايه تضغط على مراجعة، ومن مراجعة هيقول لك انت اخترت ايه والصح كان ايه، وده بالنسبة لكل الاسئلة. وكده يبقى انت تقدر تعلم نفسك بنفسك بالنسبة لهذه الاسئلة. اتمنى انكم ان اكون وفقت في تقديم هذه الهدية المتواضعة. تقبلوا تحياتي، وانتظرونا ان شاء الله في الترم الثاني في العديد من المفاجآت والاصطناعات التعليمية المميزة، سواء بالنسبة لمرحلة ثالثة اعدادي او اولى ثانوي وثانية ثانوي. تقبلوا تحياتي، انا طارق النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.